السلام عليكم أيها الشعب المسعود العظيم، عظم الله لكم الأجر في أنفسكم وأهليكم وبلدكم وكل أبو حياتكم. إليكم نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. سيدة سعودية تعترض على ولاة أمرها لإطلاق سراح مجرمين اعتدوا عليها. سعودي حنون يتزوج امرأة ثانية ويهدي الأولى 100,000 ريال رشوة أو ترضية. طفل سعودي يهاجم إسحاق نيوتن ويدعو عليه بالويل والثبور. مواطن صالح أطلق النار على مؤخرته بالخطأ وتزايد الشكاوى من انتشار السلاح. بعد حصوله على شرهة من ولاة أمره، سعودي يقفز في الماء دون أن يعرف السباحة. سعودي يشع ذكاء وإيمانا يسأل عن القبلة. مساجن على الطريقة السعودية السمحة. في تنافس غير بريء، سعودي يعانق لبوة ويمني يحمم أسدا. قالت مصادر للجنادرية أن مواطنة من مدينة الوجه وجهت انتقادا لاذعا للمدعو محمد بن نايف ولي عهد المهلكة السعودية، متهمة إياه والملك سلمان بإطلاق سراح مجرمين هجموا على منزلها للاعتداء عليها وعلى ابنتها، مستغلين مرض الزوج. وخاطبتهما بالقول: مو من حقكم تعفون عنه. وأضافت المصادر بأن المدعو محمد بن نايف أمر بالتحقيق مع السيدة التي هددته بتصعيد الموقف. الناس اللي دخلوا بيتي وتهجموا على بيتي ودخلوا بيتي وإحنا على حين غفلة بسبب مرض زوجي وطمعوا فيها وبنتي، أنا أبغى حقي الآن. تفاجأت اليوم إن جايهم عفو في رمضان يشملهم، وانصدمت صراحة بالشيء هذا. فكيف يا محمد بن نايف كيف يجيهم عفو بقضية شرف؟ أما قضايا الشرف مو من حق أي أحد يعفو عنها. أنا أبغى حقي الآن يا ملك سلمان، أبغى حقي الآن يا رجال الدولة. تعفو عن إيش؟ تعفو عن قضية شرف؟ مو من حقكم. أنا قاعدة أنتظر ردكم وانتظر إنكم تاخذوني حقي، لكن إن ما جاني حقي أنا راح أتصرف تصرف ثاني. مواطن حنون على زوجته الأولى أم فهد قال أنها ما قصرت معه، ولكن مع ذلك تزوج عليها، ثم بدا له أن يراضيها فأكرمها 100,000 ريال سعودي، وأبى إلا أن يوثق ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وقد منح الأب الشيك بالمبلغ لابنه كيما يوصله إلى زوجته الأولى المفضلة، راجيا أن تتفهم أن الزواج سنة ومرجلة وفيه خير كثير على حد تعبيره. أما بعد فقد تزوجت ولم أتزوج والله من عيب في أم فهد، فقد كانت الودود الولود، وكانت الذي إذا نظرت لها أسرتني، وإذا أمرتها أطاعتني، وإذا غبت عنها حفظتني. ولكن الزواج سنة أو أقرب إلى السنة ومرجلة وفيه خير كثير، وحث عليه الشرع. وقد تزوجت وهذه رضوة أم فهد، 100,000 شيء مصدق على الراجحي تستاهله وأقل من حقها، ويستلمه بالنيابة عنها ولدها فهد
مثلها، واسال الله ان يوفقها بالدنيا واخره وان يجمعني وياها في مستقر رحمته. بس ها وكلمه هاجم طفل سعودي إسحاق نيوتن مكتشف قانون الجاذبية وسأل الطفل لماذا لم تأكل التفاحة وتحمد الله على النعمة؟ يعني لازم قانون جاذبية؟ ودعا الطفل الله ألا يوفق نيوتن ولا تفاحته. هذا ولم تعرف حتى الآن دوافع الطفل في هجومه الشديد على العالم الكبير. نيوتن الله لا يوفقك، دنيا واخرة يا ولد، يوم طاحت لك التفاحة ليش ما اكلتها؟ حمات ربك، لازم قانون جاذبية عشاه يجذبك اللي ما يويلك. الله لا يوفقك لا انت ولا تفاحتك. فيما تتحقق وزارة الداخلية من صحة الفيديو والتعرف على الطفل الملثم كونه خالف نظام المعلوماتية ولربما يحاكم وفق قانون الإرهاب أيضا لأنه حوى تحريضا قد يؤدي إلى العنف. اخترقت رصاصة طائشة مؤخرة مواطن سعودي يعتز ويفتخر بولاة أمره وذلك في احتفال جماهيري كبير، هذا وقد وقع المواطن على ظهره بعد إصابته الشديدة. هذا وقد طالبت عائلة الضحية التعويض من مقام خادم الحرمين سلمان كو وذلك اعتمادا على حقيقة أن الملك والعائلة المالكة مسؤولون عن حماية مؤخرات المواطنين حسب ما أكد رئيس هيئة المنكر المدعو عبد اللطيف آل الشيخ الذي ربط بين حماية العرش بضرورة حماية المؤخرات. إسقاط هذه الدولة المباركة التي لو سقطت لم يستطيعوا أن يحموا مؤخراتهم وليس محاربهم. الله أكبر. قالت أنباء غير مؤكدة بأن مواطنا مسعودا قذف نفسه في مسبح عام ابتهاجا بحصوله على شرهة من ولاة أمره يبدو أنها كانت كبيرة إلى الحد الذي جعله ينسى أنه لا يجيد السباحة. وقالت المصادر أن المواطن لم يخلع ملابسه ولا عقاله أو شماغه كما نسي الجوال في جيبه وكذلك الشرهة التي استلمها للتو، وأضافت بأن المواطن تم إنقاذه من الغرق من قبل مرتادي المسبح فكافأهم بأن تقاسم معهم الشرهة الملكية. استهبل مواطنا جاء إلى بيت الله الحرام للعمرة فاستأجر غرفة في فندق يملكه أحد طوال العمر وكانت تطل على البيت العتيق، وفي وقت الصلاة سأل موظفة الاستقبال عن اتجاه القبلة التي ما كان يعرف مسبقا اتجاهها، وكدلالة على الذكاء السعودي الفطري فإن الموظفة دلته على اتجاه القبلة فيما كان رفيقه في الغرفة يصور الكعبة المشرفة من شاهد. السلام عليكم، خدمة ملكية، معك على خطة مستر القحطاني. القبلة بالله. القبلة؟ بس لازم في مراية تحت فيها طاولة تحتها فوق الطاولة مطبوع. على اليمين أو على اليسار؟ بور ستيكر؟
أفادت الأنباء أن السعوديين اخترعوا طباً بديلاً قائماً على التضليل والخداع ولوثات المشائخ بما تتضمنه من دواء بول البعير بنكهة تفلة من تفلات الرقاة حفظهم الله ورعاهم. هذا وقد انتشرت في الآونة الأخيرة حالات النصب لعلاج كافة الأمراض المستعصية بالحبة السوداء وزيت الزيتون وأعشاب غير قابلة للاستخدام الحيواني وغيرها. وفي موضة جديدة ظهر مساج إسلامي ينافس علوم أهل الصين وغيرهم، فبمساج قدم واحدة يمكن معالجة الدماغ والمعدة والبنكرياس والقلب والمؤخرة إن أردتم. بسم الله، تأخذ الزيت أوكي، تلبس قفص، تبدأ تحط الزيت بالطريقة هذه. شفت كيف؟ هذا القدم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ تلينها أول شيء بالطريقة هذه، بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين شوف النقطة هذه، نقطة مهمة العلاج، تبدأ تعالج بالطريقة هذه. شوف شوف مقياس الضغطة، بعدين تسحب فيها أوكي. هنا منطقة عمود الفقري، شوف ضغط وسحب ضغط وسحب. هنا منطقة التناسلية والأرحام والمثانة، هنا المثانة بالضبط أوكي. تدلك الكعب، تحاول. هنا منطقة القلب أوكي، هنا منطقة الطحال. عموما أنت تدلك بالطريقة هذه، شوف عمود الفقري، الإبهام والرأس، ما يتعلق بالرأس هنا. هنا الرئة، جهاز تنفسي كامل. هنا الجهاز العصبي والكهرومغناطيس في الجسم. هنا القولون الهضمي، هنا القولون العصبي أوكي، هنا الطحال، هنا القلب، هنا الرئة، هنا الغدة الدرقية، هنا الرأس، ما يتعلق بالرأس كاملا أوكي حبيبي. ليس بعيدا عن السياسة وفي تنافس غير بريء، قالت وكالة أنباء حق أن سعوديا احتضن لبوة يرعاها حتى باتت أقرب إليه من أهله وأحبابه، مظهرا شجاعة لا تقل عن شجاعة رومل بن سلمان في عاصفة الحزم. فما كان من اليمني إلا أن أظهر شجاعة في تنظيف أسد وتحميمه على الطريقة اليمنية السمحة. وأوضح اليمني لوكالة حق بأنه يرعى الأسد ويطعمه مقدما إياه على نفسه وعياله رغم حصار العاصفة السعودية وقسوتها. واقترح المواطن اليمني على المواطن السعودي أن يجمع الأسد باللبوة ويا حظ من جمع راسين بالحلال، ليكون ذلك مؤشرا على انتهاء العداوة بين اليمن والسعودية. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة أعزائي المساعدين، وإلى نشرة أخرى من أخبار المهلكة، داعينا الله أن يمنحكم الصبر على ما تتحملونه من ضيق في مزرعة سلمانكو، وأن يدخلكم الله الجنة بدون حساب. لحظة قبل ما تروحون، إذا عجبكم الفيديو اضغط على لايك وشير وسبسكرايب وانشره مع أصحابك. طبعا هذا نطلبه من الناس الأحرار، أما عبيد آل سعود وسلاتيحهم من الجهاد للجحلط، احنا ما نطلب منهم شيء، نقول لهم ضفوا وجيكم حتى لا تتفرجون يا أخي.